تسلسل عالمي اللي دايما قلب الدنيا. حبيبي احمد ربنا يخليك يا حبيبي. انا عايز اقول لك مبروك التكريم النهارده. شايف التكريم ازاي وشايف نجوم مهرجانات كتير تسلسل اللي عامل معاهم الشغل. حبيبي يا قلب الله يبارك فيك يا حبيبي. حبيبي احمد مس نايل بقى والبنات والشغل الجامد دوت. البنات عموما عاملين لك في دماغك ولا يا هاي ولا تخلينا كده. طب بتنفذ لهم اغاني حلوه وبس. انا بعمل الشغل اهم حاجه الشغل. اكيد تجربه الغنى مبدئيا بتاعتك الاول كده تقييمك ليها ايه وشايفها ازاي وهتعيد الموضوع كتير الفتره الجايه ولا لا؟ لا بصراحه انا كنت بجرب كده يعني بس انا مش حابب اصلا حوار الغنى خالص. ليه كده؟ لا لا الاغاني كانت حلوه ومطرقعه برضه. القصه بقى ان انت بتحب التوزيع اكتر من الغنى والكلام ده مش بتاعتي. ما بحبش اخش في الغنى عشان ما ابقاش كداب على نفسي يعني بكدب على نفسي. طبعا عايز تركز انت في مجالك. اركز في حاجه واحده عشان اادي فيها. طبعا عايزين نتكلم بقى الشغل الاخير اكتر حاجه كانت ضربه ليك قوي مكسره الدنيا ايه؟ الحمد لله انا البطل بتاعت محمد رمضان وحبيبتي واوعدك في اغاني كتير يعني الحمد لله. حلو يا استاذ. انا عايز اعرف منك ناس كتير النهارده بدات تشوف ان المهرجانات ما عادش بتعمل 200 مليون و300 مليون زي الاول. شايف الموضوع ليه؟ لا في انا حبيبتي عامله 70 مليون ما كملتش. على فكره كانت الاول بيبقى فيها ارقام عجيبه كده 200 مليون و300 مليون. ان شاء الله ده جاي قريب يعني لازم يجي تاني قريب. اكيد ان شاء الله. انت شايف الفجوه اللي حصلت دي سببها ايه؟ فجوه المشاهدات قلت شويه كتير قوي بقى بيغنوا مهرجانات وكتير قوي بقى بيغنوا. هو طبيعي هو طبيعي المجال كتير. احنا مثلا عملنا عود البطل وعملنا بنت الجيران وعملنا شوكولاته ساحه جوه كوكو وعملنا اغاني كتير فكل الناس خدت سكه الغزل وبقى كله بقى بيغازل وكله بقى بيعمل فان شاء الله. لا في اغاني جديده ناس ده مش زي اللي فات خالص يعني ان شاء الله احسن واحسن يعني وبنطور في الشغل. شايف رايك ايه مثلا في عنبه النهارده وشايف رايك في شغله ايه؟ لا عنبه شاطر وناجح جدا طبعا. هتعملوا حاجه ممكن قريب مع بعض ولا هو مفيش شغل ما بيننا بس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اكتر اغنيه معلقه معاك انت شخصيا وتوزيع عجبها قلت اوبا ده كان اللي عامله ده جامد قوي؟ انا بحب الاغاني اللي نزلت الفتره الاخيره بتاعت روبي بصراحه. والله والله قلب بلاستيك وجانب ده وان شاء الله في اغنيه نعملها لروبي كمان قريب ان شاء الله. حلو باذن الله. ادينا التفاصيل بقى. ده روبي عملت البان جامد مع وليد منصور بس نقلها نقله بالتلازين. هي لسه ان شاء الله بس في كام حاجه ان شاء الله هنشتغل عليهم الفتره الجايه. تمام بس انا سامع ان روبي يعني نمكيه قوي في الشغل ومتعبه بصراحه. لا 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 ده انسانه كويسه جدا 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 وانا على المستوى الشخصي بحبها جدا يعني. مين ما بيحبش روبي؟ طبعا كل الناس بتحب روبي. طب بس رايك بصراحه كده اللي حصل في حفله اللايف بتاعها ما الناس استطت لها شويه وقالت لك الصوت مش جامد وبتاع شفت انت اكيد الفيديو ده. ما هو انا ما ركزتش قوي بس هرد على مثلا على الكلام اللي انت قلته. هي الناس في اي حفله بتستنى اي مطرب اي لقطه يعملها عشان يتريقوا عليه ويعملوا عليها كومنت عليه. لكن ده الطبيعي يعني في اي حفله هتلاقيها كبيره لازم تلاقي عليها كومنتات.